أم يوسف من أمريكا. السلام عليكم. وعليك السلام يا أم يوسف. كيفك شيخ؟ بخير. طبعا أهنيك على هالبرنامج الأكثر من رائع. شكرا لك على هالبرنامج، حببتنا وقربتنا من الدين. الله يسعدك يا أم يوسف. من أي ولاية أنت؟ تكساس. تكساس. إيه. أهلا وسهلا. شيخ الله يسلمك يا رب. بس أريد أعرف إنه من نقرأ القرآن الكريم ونوصل للسجدة، هي نفسها نقولها اللي بزه سجدة السهو بالصلاة؟ جائز تقولي سبحان ربي الأعلى. نعم. يعني أنا بسجدة السهو بالصلاة أقول سجدت وجهي للذي خلقني فأحسن تصويري وشق سمعه وبصره. شق سمعه وبصره. نعم هذا ورد. وأيضا لو نسيت وقلت سبحان ربي الأعلى لا بأس. أوكي زين. شيخ سؤال ثاني بنهم للصلاة، إذا أخرت صلاة العشاء يعني عادي؟ معك لنص الليل. أوكي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه نصيحة، النساء بالذات ما عليهن صلاة جماعة، أو إذا رجل فاتته صلاة جماعة نصيحة يأخر صلاة العشاء. قال صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لجعلت العشاء لآخر لنصف الليل. لنصف الليل يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم حبذ لو حد تجنب أو تأخر عن صلاة جماعة، حد قاعد، حد مريض، يأخر صلاة العشاء لا قبل منتصف الليل ويصليها. علمتي؟ أوكي تسلمي. فلا مو معناه إذا أذن العشاء أصلي عطول، لا، إذا أخرتي أفضل لين منتصف الليل. لأن من أخرها أرد أصلي صلاة الوتر وصلاة يعني كلها بعد منتصف الليل، قبل منتصف أصلي العشاء والشفع والوتر وتوكل على الله. وإذا قبل صلاة الفجر من أقعد على صلاة الفجر؟ أخر الوتر إذا أنت شوف النصيحة، إذا أنت تستيقظين قبل الفجر بساعة صل الوتر قبل الفجر افضل. يعني صلي قيام ليل. ها يعني اصلي الوتر هم ورا صلاه العشاء وقبل صلاه الفجر؟ ما يصير. قال صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله، ما يصير تصلي الوتر مرتين، يا اما تصلي مع العشاء يا اما تاخري له قبل الفجر. طيب وصلاه الليل هي نفسها مقصود بها صلاه الوتر يعني؟ ها صلاه شو؟ صلاه الليل قبل صلاه الفجر. اختي انت تتكلمين عن قيام الليل صح؟ صح إيه. قيام الليل تصلين ركعتين ركعتين ركعتين، واخر شيء قبل الفجر بنص ساعه صلي الوتر. ها اوكي. علمتي؟ هي وضحت الصوره. انت عندك اشكاليه، انت كنت تظني الوتر هو قيام الليل صح؟ صحيح. لا 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 اختي، الوتر غير، حكمه غير، حكمه غير. انت مثلا انا صليت العشاء نمت استيقظت الساعه متى يأذن الفجر عندكم؟ بالخمسة ونص. اوكي الفجر. استيقظت الساعة 4:30، معي الساعة بصلي ركعتين ركعتين ركعتين، 8 ركعات، 4 ركعات، 10، كيفك. قبل الفجر بطل 10 دقائق للفجر بصلي ركعة الوتر وانتهى الموضوع. هذا هو دينك بس. شفتي مسألة؟ اي طبعا. لا والله الحمد لله وشكر. الحمد لله الحمد لله. سؤال شيخ، اسف على التطويل. خذي راحتك برنامج لك. والله انا سعيدة جدا اليوم دا احكي وياك والله. لا خذي راحتك طولي في عمرك. الله يسلمك يا رب. حكم تارك الصلاة وهو ما عنده شيء يمنعه يعني صحيا، يعني ماشي حاله، شنو يكون؟ يعني هو يكفر بالصلاة، يقول أنا كافر بالصلاة، ولا تكاسل؟ لا 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 أعوذ بالله. لا هو يعني إنسان زين لا بأس به مسلم. طيب وخلوق، بس للصلاة للأسف يعني حكمه ما لا صوت ولا صلاة. حكمه أن تعظيه ليصلي وتأخذ بيده للمسجد وتاخذ بيده للصلاه، هذا حكمه. والله اكثر من مره اعظهم. حاولي لكن هو يبقى مسلم لكن عاصي، مثل اي مسلم ترك اي واجب عليه. بسالك سؤال، شو حكم المسلم اللي ما يدفع زكاه؟ اي طبعا مسلم عاصي يعني. صح صحيح. نفس المسلم اللي ما يصلي. علمتي؟ نعم. فأنت خذي بيده حتى يصلي. لا تسألي عن حكمه هو شو. حكمك أنت أن تأمر بالمعروف. والله أنا دا أسوي اللي أقدر عليه ومستمرة بهذا الشيء يعني. أيوة أنا ضد تسأليني شو حكم اللي ما يصلي. حكمه أنك تخليه يصلي لأنه واجب عليك تأمر بالمعروف بس. والله دا أسوي كل اللي أقدر عليه بس. حاولي من حاولي الله سبحانه وتعالى يعني يهدي الجميع. الصلاة يا رب. الله يا ربي. نعم يا رب يا رب يا ام يوسف يا رب. شكرا. ادعي لي الشيخ والله عندي شغله كلش مهمه، يا ريت تدعي لي. الله يسعدك ويعطيك ما تريدي. الله يخليك ويسلمك والله يسعدك وعلى هالبرنامج، واحنا فعلا فخورين.
فخورين عندنا الشيخ مثل حضرتك. شكرا لك. انتم من امريكا تتابعون البرنامج، الله يعطيكم العافيه. أكيد.